يا أهل مصر الكرام، يا عم الحج، يا أستاذ، يا مدام، يا كل شاب وشابة بيبصوا لقدام، انزل وإلا حقك هيضيع. انزل وشارك في انتخابات مجلس النواب، أهم برلمان في تاريخ مصر. ما تصدقش حد يقولك ما تنزلش. قبل ما تروح اسأل تنتخب فين ورقمك في الكشف كام وهتنتخب كام واحد في دايرتك. اتصل على 140 أرضي أو 51-51 محمول من أي شبكة، وبرقمك القومي هتعرف كل حاجة. يلا يا عم محمد، يلا يا عم جرجس، انزل حقك هيضيع. روح بالبطاقة سواء سارية ولا لا، روح بالباسبور بس يكون ساري، ولو تعبان أو حالة خاصة رئيس اللجنة مهمته يساعد الحالات الخاصة بس. المهم انزل حقك هيضيع. عشان تشارك وصوتك يوصل في اللجنة هتاخد ورقتين، واحدة خضر للقوائم وواحدة بيضة للفردي. علم على قايمة واحدة بس، وفي الفردي علم على العدد المطلوب في دايرتك بس، لا أكتر ولا أقل. اوعى تتلخبط، ما تصدقش حد يقولك ما تنزلش. انزل وإلا حقك هيضيع. نقول مرة كمان، هتستلم ورقة بيضة للفردي وورقة خضرة للقايمة. اختار قايمة واحدة بس في الورقة الخضرة، واختار الفردي حسب العدد اللي في دايرتك. انزل حقك هيضيع، شارك واختار صح. صوتك هو عرضك، وعرضك يعني بلدك. انتخابات مجلس النواب المصري 2015، انزل وإلا حقك هيضيع.